وبين إليكم صورة للملفي معا مع احترام مقتضيات المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أن السرية لم ترفع بعد على الملفين معا رغم انتهاء التحقيق بالنسبة لسليمان السوني، فعلى اعتبار أن الملف لم يتخذ فيه قرار بسبقة للتحقيق فأنا ملزم بمقتضيات المادة المذكورة، وبالتالي أحيطكم علما على أنه بخصوص الملف ديال عمار ديال سليمان السوني، فبعد كما تعلمون متابعة السيد الوكيل العام لسليمان بمجموعة من المقتضيات المستقرة في القانون الجنائي التي حالته على استبقاء للتحقيق من أجل تحقيق ما هو بشأنها، تم الاستماع إلى السيد سليمان الرسول ابتدائيا وتفصيليا، ثم بعد ذلك الاستماع إلى الضحية، وبعد المواجهة بينهما تقرر ختم البحث بعد إجراء خبرة على أحد الأشرطة المنظمة بمحضرات القضائية وعرضه على كل من سليمان الرسولي والضحية، فتقرر في هذا الملف ختم البحث. نحن ننتظر الآن قرار قاضي التحقيق، نتمنى أن نبشر معكم بقرار فيه شيء من السرور والفرح ورفع الاحتقان الذي نعيشه من خلال هذين الملفين، بخصوص ملف عمر رضي والاخر بعد متابعه السيد الوكيل العام بجنحتين وجنايتين تقرر احالته على السيد قاضي التحقيق الذي قرر فتح التحقيق معه بشان متابعه المعاند، تم تقسيم الملف الى جزئين، جزء يتعلق بالفصلين المتعلقين بالجنايه، هذا الجزء تم انتهاء منه هو الاخر بعد الاستماع الى عمر رضي ابتدائيا وتفصيليا والاستماع الى المصرحين المحضر والى الضحيه، وبعد المواجهه ما بين الضحيه وعمر رضي تم الاستماع الى عماد سيتو الذي كان شاهدا امام الضابط القضائيه، وبعد ذلك قررت النيابة العامة متابعته بالمشاركة بأفعال منسوبة إلى عمر رضي، ثم بعد ذلك تم انتهاء التحقيق بشأن هاتين الجنايتين، ليفتح الملف المتعلق بالجنحتين والمتعلق أساسا كما تعلمون بالمس بالسلامة الداخلية والخارجية للبلد، هذين الجنحتين سيتم الاستماع إليه إلى عمر بشأن ما يوم 24/12/2020، إضافة إلى هذا تعلمون على أن عمر رضي إضافة إلى هذا الملف فهناك ملفين آخرين متابعة بشأنهم بمجموعة من المتابعات المستطرة حقه، هناك ملف تم النطق فيه بالحكم بأربعة أشهر نافذة عفوا أربعة أشهر وقوفا فيه، وهو الآن بصدد إحالته على محكمة الاستئناف، وهناك ملف اخر مدرج بجلسه 10/12/2020 ومتابع فيه عمر رضي وعماد سيتو في مجموعه من المتابعات اضافه الى صحفيين اخرين، تعلمون ان هذا الملف وقع قبل اعتقال عمر رضي بايام، وتمت فيه اصدار متابعه لكل من عمر رضي، عماد سيتو، المسمى العلوي وزوجته. هذا الملف هو مدرج جلسة 10/12/2020، سنحضره وندافع عن براءة عمر رضي وعماد سيتو. إذا هذا كل ما يمكن أن أحيط علمكم به، أعتقد على أنه إذا كانت هناك من الإضافات سيتفضل زميلي العزيز محمد سلمي المسعودي لإضافتها وتحياتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.